للعلا إن العلا واجبات المسلم، للعلا إن العلا واجبات المسلم، للعلا فإننا أمة التقدم، للعلا فإننا أمة التقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب سعيكم وسمعكم وتبوأتم من الجنة غرفا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا خالصا لوجه الله الكريم. العناد من الصفات التي تقلل قيمة الفرد وتجعله بلا فائدة، صفة يستقر فيها الإنسان على رأي واحد ولا يقبل الرأي الآخر، وهذا الشيء مذموم، يجب على الإنسان الابتعاد عنه ويتعود على التحاور مع الطرف الآخر ويتقبل ما يقال له. والأمثال الشعبية تكلمت على هذا الجانب وعن الأشخاص الذين يحاولون التمسك برأيهم فنجد المثل القائل مع زولو طارت، ويقال أيضا انت عليك بترقاق الكسرة ونعلي يبل معودة مرتين. وفي آيات يورينا الله عناد المشركين، وفي سورة المدثر يقول سبحانه كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، وفي سورة قاف ألقينا في جهنم كل كفار عنيد، وفي سورة هود وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وفي الأخير صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. إن العلا واجبات المسلم، للعلا إن العلا واجبات المسلم، للعلا فإننا أمة.